كهيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية نعمل على إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بجميع القوانين وعلى جميع الصعوب بما فيها العنف ضد المرأة. أكيد في صعوبات كتير وفي تحديات أكبر، بس نحن ما زلنا عم نواصل العمل. في أمور وفي إنجازات عم تتحقق، بس بعد في كمان تحديات لازم نتغلب عليها، ولازم نوصل لمرحلة إنه يكون المرأة والرجل يعملان على قدم المساواة، عنده الحقوق ووجبات بتساوي، لننهض كلنا سوا بهذا الوطن يلي بحاجة اليوم لسواعد أبنائه وبناته للنهوض. نصيحتي لقلهم أنهم يستعينوا بالجهات المختصة ويبلغوا، ما يسكتوا أبداً أبداً عن أي عنف عم يتعرضوا لقلهم.